اعترف بالاخطاء الاستراتيجيه اللي ارتكبها في المقابل الاسفي وما علقش يعني الفشل ديالو على العشب. قال حتى ولو العشب ديال الملعب الاسفي سيء فينطبق ذلك على الفريقان، ونوه بفرتوت وبالعطاء ديال القاسم السوي في جو رياضي رائع، وقال بانه يبحث عن تقليص عدد اللاعبين في الوداد ولن يضيف اي لاعبين اخر. فبذلك كان قال بانه بعد 36 سنه اعتاد بان يشتغل ب 20 لاعب وليس ب 26 او 24 لاعب. هذا يعطي انطباع لماذا اضاف طوشاك دائما الكلام لطوشاك هذا المدرب الويزي الاسطوري. قال بانه لما تقلص العدد ديال اللاعبين تعطي ثقه كبيره للمجموعه التي بين يديك. انا جمع تركيز اخر وقال بانه التشكيله اللي عنده حاليا يعني يثق فيها كثير، وان كانت مؤشرات عاديه تقول جوستافو الارجنتيني اللي غيكون في هذه المقابله ضمن يعني العناصر التي ستشارك في هذه المقابله كاحتياطي، كل مؤشرات تقول بان الارجنتين سيغادر القناه الحمراء وصعود الكونغولي فابريس اونداما الذي بعد فتره عصيبه على اعتبار انه كان غادر لبلده بدون ان يعلم المكتب المسيري للوداد، انما تدخلت حميده منذ 3 شهور رجع للقلعه الحمراء واخذ ما يكفي من التنافسيه في الفريق الرديف. اليوم هو يطل من شرفه الانتظار وسيعض بالنواجذ، خصوصا كوني الايفواري وايفونا الكابوني سيحلقان لمنتخب بلدهما المؤهلان لنهاية كأس أفريقيا للأمم التي ستدور في غضون الأيام القادمة بغينيا الاستوائية. دخول الفريقان لأرضية الملعب كما قلت أزيد من 15000 متفرج من دامنين، تقريبا 1000 متفرج من مناصري غزالة السوس تحملوا مشاق السفر، والوينرز تتغنى بفرق الكبير الفراج الشمالي. هذه هي قلعة الودادين، معاقل الوداد في الدار البيضاء وبالضبط المدينة القديمة والمعارف وجوج مارس وكل المعاقل التي تعرف شعبية كبيرة لهذا الفريق الذي يتنفس كرة القدم ويشمها كرة القدم في الدار البيضاء في كرة الوطن مع الفريق الغريم الكبير فريق الرجاء الذي عاد بعد فترة فراغ لم تدم طويلا. سيقود هذه المقابلة عادي الزراق، أتمنى أن يكون عادلا في هذه المقابلة التي ربما لا تحتمل القسمة على اثنين. إذا كانت هذه سيدتي وسادتي دقيقة صمت رحما على المراحيم الأربعة أمامكم على الصورة يحملهم أناس أصبحي في الذكرى هؤلاء في القلب. فمن جديد تعازينا لأسرتهم الصغيرة والكبيرة، إن لله وإنا إليه راجعون. إذا كما قلت بعد قليل زوراق عادي الزوراق، أتمنى أن يكون عادلا في هذه المقابلة التي بالتأكيد ستكون شرسة قوية مواجهة تكتيكية بين مدربين شاب طموح في قمة كيتيو.